نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز نجع حمادي، ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن في 6 تخصصات طبية، فضلا عن إجراء الفحوص المعملية وتقديم جميع الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. القافلة العلاجية بتستهدف القرى الأكثر احتياجا وقرى حياة كريمة علشان نوصل لأهالينا ونحاول بقدر الإمكان نوصل لكل واحد لغاية بيته. القافلة النهارده اليوم الثاني ليها، امبارح كنا عاملين 600 حالة تقريبا في مجالات متخصصة متعددة تشمل معظم التخصصات الطبية في الطب، من جراحة وأطفال ونساء وتنظيم أسرة وخدمات المعامل، خدمات الأشعة، خدمات العلاج. قافلة هنا من ضمن نشاط قرى حياة كريمة. احنا مش أول مرة نيجي هنا القرية، طبعا دي ثالث مرة، عشان طبعا احنا أي قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بيتم التركيز فيها على عدد القوافل فيها لخدمة أهالينا المحتاجين فيها الخدمة الطبية. طبعا القافله ما بتتضمنش كشف وعلاج وصرف وبس، لا دي بتتضمن برضو نشاطات اخرى. احنا عندنا هنا خدمه الاشعه موجوده، تم توقيع الكشف على 18 حاله اشعه، حالات الكشف المبكر عن الضغط والسكر، تم عقد ندوات طبيه، ندوات تثقيفيه توعويه للستات هنا خلال اليومين، بتتضمن التطرق لمواضيع فيروس كورونا، موضوع النظافه طبعا الشخصيه، تنظيم الأسرة طبعا من المواضيع المهمة اللي بنتطرق إليها خلال نشاط الثقافة الصحية. توجهت للوحدة الصحية، أنا مريض سكر أصلا، قطعت تذكرة أمراض باطنة والحمد لله حللوا لي سكر، والدكتور كشف لي كويس وكتب لي علاج ممتاز والحمد لله. فأنا بشكر الدولة وبشكر الجهود اللي قامت عليها الدولة وبشكر الرئيس الله يبارك فيه علشان موفر لنا الكشف المجاني والقافلات المناسبة يعني.